الصحبة النارية نحن ما رح نحضر أول شيء لأنه الناس عصبة عنا. ثاني شيء لأنه ما بعرف إذا في ألعاب نارية أو لا. صباح الخير شيف إلي. صباح النور. نحن نلعب بالمطبخ. نلعب بالمطبخ وخلي هالفليفرز هالطعمات يفرعوا. اليوم شيف إلي محضر ريسيبي دجاج بالخردل مع قصعين وبطاطا مهروسة. مظبوط. نقدر المقادير هلا أو شوي ومنمرقهم على الشاشة. هن إذا بدك رح نعملها ثلاثة أقسام. قسم النقع، قسم الصوص يلي بترافق هذا النوع من الدجاج مع النقع طيبة معه، وبطاطا. بطاطا بيوري. هلا في مرحلة بعدين اللي بحب يزيد خضرة نقدر نزيد عليها خضرة. لأن نحن هون فوتين نشويات بس. لنقعة الدجاج من الأشياء اللي طالبها شوية يعني كوب لبن. تنطر الدجاج؟ بيطر الدجاج 100%. لكن لبن، ثوم مفروم، هيل، بابريكا، كزبرة مفرومة، ملح، بهار أبيض، زيت زيتون، ورشستاير صوص، بهار الكيجن، وأكيد صدر الدجاج. هول رح نشتغل نقع أول شيء. بعدين لصلصة الخردل والقصعين، زبدة، فطر، خردل حب متعد عنصين الانسيان، بيض ابيض، مرقه دجاج، كريمه طازه، قصعين فريش. قصعين هيدي من الاشياء اللي بيقولوا كثير منيحه تشرب قصعين، بس طعمه مره شوي، ولكن بالطبخ غير شيء. كثير طيبه، كثير هيلثي، صحيه جدا. شو بدنا كمان للصلصه؟ ملح وبهار، واخيرا للبطاطا اكيد بطاطا، شويه حليب، زبده، ملح، وبهار ابيض. مظبوط. البيوري اللي بنعرفها يعني. عظيم. هلا انا هون كنت بلشت عم تقرا مقادير غير. بدي افرم ناعم. هلا في عندي طريقتين، في اعملها فرم على المكنه وفي على ايدي. نحن هون ما رح نستعمل المكنه اليوم، رح نفرم كل شيء على الايد. اوكي. منشان هيك بجرب ناعم دغري. ديجا فرمت الكزبره. ليش ما دقيت الثوم؟ فينا كمان، في يندق. هل بتأثر على قديش بتاخذ نكهة الثوم إذا بيندق أو إذا بينفرم؟ ليك شو؟ بالنقعات هون يعني فيك تعمل اثنين، إذا بدك تعمل أكثر، إذا بتحب ثوم، تومية، بتفرمه ناعم. بالنقعة فيك تعمل هذا الشيء اللي عم بعمل، تفرمه ناعم على السكين بس، ما في داعي يندق يعني يصير مرهم. أوكي. إذا بدك. وبالطعمة كمان هون بتاخذ الطعمة المضبوطة اللي لازم تعملها، لأنه بدنا نخلطها دغري. نحن بدي قوي شوية طعمة من نقعها قبل بوقت. اوكي، يعني على عكس المشاهدين، مع انه نحن عم نشتغل يعني بشكل مباشر هلا، المشاهدين بيقدروا اكيد ياخذوا وقتهم أكتر. إذا مثلنا عم تشتغلوا كل شيء بذات الوقت، فيكم تقووا شوية طعمة الثوم وهالأشياء، ولا بنقول ساعتين نقع؟ ايه، حتى كل شيء في نقعه يعني ساعتين وطلوع. ساعتين وطلوع. حتى خاصة إذا عندنا صدر كبير، أنا قصيت الصدر بالنص تاخذ نقع اسرع عليه. اوكي. لو اليوم ما معنا وقت، دائما كل شيء نقع فيه حضره قبل بيوم، ما في مشكله. كل شيء عندي اياه بقدر بعمله قبل بيوم، بينقع بياخذ طعمه مزبوط، بس ينشوى بياخذ الفليفر اللي بدي اياها. زيتها كان فيه اضربهم، ما في مشكله. بعد ما نعمهم بدي اعمل الخلطه، رح اخلطها بهيدا الجوت. كزبره. ثوم. ثوم. بدي زيد بقية الغراض يلي هن البهارات اللي فضلت وذكرتها. كايان. لكن هيدي على العزوق لأنه فيها تكون قوية. ايه. هلا نحن بالروسات كمان ماشيين، يعني اللي بده يمشي بالمقادير 100%. ومثل ما قلت بزيد وبنقص، بس مهم نلتزم بالأنواع. لكن بابريكا وهيل، حبة هيل مطحونة. نعمة. مظبوط. شوية ملح. الكمية اللي عم بعملها أنا منا كتيرة في الورشستاير. الكمية اللي عم بعملها هي لصدرين دجاج، بقصصهم يعني تقريبا صاروا أربعة لأنه الصدر كبير. مشان هيك بتحس النقعة قليلة. طلعت ريحة الهيل مع إنه نشف ومطحون. نشف ومطحون. بس طلعت نكهة. بدنا شوية زيت، قدر ملعقتين تقريبا، واللبن. انتبه الكيان حر.
يعني اذا كترنا بتطلع نقعه حره. لكن هيدي النقعه صارت جاهزه. هيدي النقعه صارت جاهزه. شو رح تعمل؟ رح تقطع رح تحطهم ب دغري او دغري بالفرن نبعثهم على الفرن. دغري دغري بالفرن تكون جاهزين على التيستنج، والا يغدرنا الوقت ما بنلحق ولا بناكلهم بال 2016 لسنة الجاي. شايف اللون اللي اخذته؟ هذا من البابريكا. اوكي، فيي اقول زيد نقص انا قد ما بدي، بس الروسيت تعطيك هيدا اللون. الفرن بهالوقت اكيد عم بيحمى. حمينا الفرن، رح نشويهم اذا بدك حراره 180 12 دقيقه. برجع بشيك عليهم بشوف شو قد ايه بدل بس شوي. ندعمهم شوي صغيره. بدي تبع على شغله، ما بقوي كثير الحراره تيستوي قلبهم. في حال غدرني برجع بغطيهم، يعني انا شو رح اعمل هلا؟ بتركهم كشافين بيستوي هن وال يعني والحراره سوا اذا بدك، وقلبهم بيضلوا وما بيحترقوا، بيستوي القلب وما بيحترقوا. اوكي، كترت شوي كرمال خليهم ياخذوا طعمه. خليهم ياخذوا طعمه. بحط بالفرن؟ مول مارور. يا هو اللي كان تقريبا 12 دقيقة. 12 دقيقة اصلا. هلا رح نرجع شيك عليهم. انا معير الحرارة، هلا بيرجع بيكمل لوحده. اوكي، هول نقعة وفرن بعتنا. بيبقى في صوص الخردل. صوص شو فيها؟ فيها زبدة، فيها فطر. رح اقطع الفطر وارجع بحط الزبدة على النار مع بقية الاغراض تقريبا. هي مثل الكل، نحن زايدين عليها السوج. السوج في اللي معها، رح نقطعهم كوارترز. في اللي معها وفي بس ينفرم رشه بالاخر، يعني على الحالتين رح يقطعني. هيدا الفطر. هون دايما فولون الفطر بيعطي شوي زياده، لو بس يتقلب بده يرجع يهبط كله، مشان هيك بزيدهم. ما بخاف من التقطيعة الكبيرة. تيجمعوا شوي. تيجمعوا تيحرزوا. بدي اقول لك شغله على البيوريه، نحن كنا بلشنا فيها يعني طحناها اذا بدك، بس رح نزيد لها حليب وزبده، يعني بنسخنها. نحط الزبده. هلا هيدي اكله كثير طيبه على كل حال. انا اكيد لانه الطعمات اللي عم نحكي فيها، المقادير اللي عم نستعملهم رح يعطوا شيء بركي مختلف شوي، ولكن مش بعيد كليا. ايه عن اللي بنعرفه، مزبوط، عشان معودين عليها. مزبوط. هلا منو عشان وير هيدا؟ هلا تلقمش. تلقمش. هيدا شو الاشياء اللي بيحبوها اللبنانيين على راس السنة؟ هيدا على الخفيف. يعني انت الليلة. انت بشغلك شو الاشياء اللي بتطلبوها اجمالا مثل اليوم عشية؟ هلا في ناس اليوم بتطلب حبش، بدها حبش. لا ولا بتروح صوب اللحمة، فيليه، تندرلون، هول الخبار. اويسترز، فريدومير، بايلا مثلا، روستو مع جبنه وجمبون، هيك اشياء. بايلا بيروح كثير كمان. وتشكيله معجنات كمان مش غلط. هيك اكسبور والاشياء الايجابيه رح نعملها ابتداء من بكره. فبنخلص السنه بمعجنات. ايه. اشياء ثقيله شوي. انا صعبه شوي اعمل سبور وها مش لالنا. لا ليش؟ هيك بحكم شغلنا يعني بتجرب ولا بسبور وهيك تمشي، بس تيجي تمشي على دايت معين. يعني مثلا اليوم بدك تخلص بدك تذوق كل اكله بتعملها، بدك تذوقها. اكيد فينا نذوق، بس الرياضي رح يقول لك انه انت بدك تبرمج وقتك. سنتجي سنتجي. ها اذا الله راد. فطر بالزبده، قصعين مفرون مفرومين رفاع. فطر بدي اتركه شوي يعمل صوتي مزبوط. اوكي، اللي رح نزيد عليه هو المطارد الحب، مطارد الانسيان، وبدنا نحط لهم بيض.
بس يتبخروا من بداية كمل حط المرقة وآخر شيء الكريم. أوكي. أكيد هون بدي أشوف يعني آخر شيء كيف تطلع معنا، ما بديها كتير رخوة، بديها تكون شوي شديدة. قوي للنار. أوكي. معنا خمس دقائق تقريبا بعد. خمس دقائق. يا. بهالوقت البوري رح تركز عليها أو بالمبدأ؟ بوري يعني هي سهلة بس الفكرة أوكي. شو فينا نعملها بذات الوقت. هي بدي ارجع حطها على النار لنسقع. سخنها شوي. ايه بسخنها شوي. نحن عم نسخنها. البوري اللي بنعملها ببيتنا اللي هي بطاطا مع شوية زبدة شوية حليب ملح وبهار أبيض. مظبوط. رح نسخنها ورح زد لها هلا ال سخنها على نار هادئة ما بقوي للنار تما تضع. حط لها زبدة وحليب. هلا لوحدة بتدوب. مثل كأنه عم نعملها إلا مونتيه بير بس بدك. اوكي. أنت اللي حطيتهم هون هن بس البطاطا مهروسة؟ 100% ما فيها شيء زيادة. مش عاملها. آخر شيء بدي زد لها شوية ملح. هذا الخردل حط. شفت الطعم تبعه دغري. رح حط تنبيد هيك نشهل شوي. هون ما ننطر شوي عن بيت تا يعطي الطعمه تبعه 100% بيتبخر. ساعتها فيه زيت بقيه معي مرقه دجاج لانه بشتغل بالدجاج. هلا رح احطها فوقها بس يتبخر شوي البيض. بكون هون اخر شيء بدنا نحط لها الكريم. بدك تزيد شيء؟ بدك تزيد حليب على البطاطا؟ ايه. شوية حليب، نحن مش عاملين كمية كبيرة بس للتيستين. اوكي. رح احط لها شوية ملح. هلا آخر شيء بنذوق. عم نعذبك معنا آخر السنة. بالعكس. اوكي. أغلبية الوقت مع الدجاج بنستعمل نبيض أبيض، يعني بنروح على الأبيض، هون حطينا نبيض أبيض. زدتونه بعد؟ إيه هون إيه يعني هون عم بياكلوا هلا؟ عم بيتبخروا. عم بيتبخروا، بيتركوا النكهة 100% على الفطر، الكحول بيروح. بيروح، هون يعني لما يكون في كحول بده يتبخر. بده يتبخر. بده يتبخر، مظبوط. بس طعمه بتضلك تحس بطعمة النبيض. إذا بدك قويه بالنكهه مزبوط. إذا بدك قويه شو بتعمل بالآخر بس تخلص بتزيد لها نبيض بلا ما يغلي، يعني بنقول له على الني. على الني ساعتها بيبقى في كحول 100%. اوكي. ملح وبهار موجودين هون او من جديد؟ حطيت انا. هلا هون رح احط تبخر النبيض، رح زيد المرقه، رح نعمل شوي ما رح نكتر كرمال التيستينج. بدي تغلي مزبوط، تشد تعقد. في شدها يا بعمل روح على جنب زبده وطحين، يا مثلا بعمل ملعقه نشا بدوبها. المهم شدها شوي صغيره كرمال حطها بس تنسكب على الدجاج. بعد في شغله ما استعملناها يلي هي اساسيه لانه باسم باسم اللي عم نحضره القصعين. مزبوط 100%. هلا في زيادة هون اخر شيء؟ ايه ما هون بتغلي شوي معها كمان سبب بتعطي الطعمة. مبدئيا بلش يصير في عنا فكرة عن الطعمة من وراء الروائح اللي عم نشمها. بلشنا نشوف هالمزيج بين خردل ونبيد قصعين. قصعين مزبوط. دجاج اكيد ريحه الفطر كمان بلشوا يكونوا يعطونا فكره. هلا الفطر اذا بدك شرب كل شيء صار في النكهه تبع كل اللي ذكرناها. هلا تغلي مزبوط. هلا كل ما رح يغلو كل ما الفطر رح يطرى. ايه يعني هو دجا يعني اذا بدك عم ينسلق. نعم. إيه اللي هو ما بده كثير وقت اصلا الفطر بس انه عم بينطبخ مع بقية الغراض.
هون البوري صارت جاهزة، بضل عنا الدجاج. مع انه في اجواء تسلية هون رح ادخل على لا لا هون احكيكم عبر هال هال هالفيس تايم. هاي جو، اليوم اخر نهار من سنة 2015، عم نحضر دجاج بالخردل والقصعين وبطاطا بيوريه على جنب. بعد في فقرات عديدة اليوم، بعد لحظات رح نعمل تيستينج، ولكن قبل إلي رح يخبركم شو في على الام تي في. خليكم معنا، عم نختم السنة سوا، والام تي في محضر لكم مفاجآت عديدة الليلة رح يحكي عنها إلي هلا. What do I care if I...